بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وواعدنا موسى 40 ليلة، وقلنا إن ذلك بعد أن نجاهم الله من فرعون الذي كان يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وعرضنا للآيات التي تكلمت في هذا الموضوع مرة بالذبح ومرة بالقتل ومرة بالواو ومرة بغير الواو، وبينا أن كل آية جاءت في سياقها المناسب لها، وبينا الفارق بين نجيناكم وأنجيناكم، وبينا كيف فرق الله البحر وجعل منه طريقا يبسا مر منه قوم موسى، وعرفنا كيف أغرى الله سبحانه فرعون وقومه ليسلكوا الطرق خلف موسى، وقلنا إن البحر قد عاد إلى استطراقه وسيولته، فنجا موسى بالطريق اليبس وهلك فرعون غرقا. وقلنا كل ذلك كان ينبغي أن يستقبل من بني إسرائيل بالشكر على هذه النعم كلها، ولكن الله عرض لنا أن بني إسرائيل حين نجاهم الله من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا: نريد لنا إلها كما لهؤلاء إله. وكأنهم بوجودهم في مصر وبرؤيتهم الفراعين حين يعبدون العجل قد رسخ في أذهانهم ذلك الأمر، وكان من الواجب أن يتنبهوا إلى أن الله نجاهم من عبدة العجل، والعجل لم ينفع من عبدوه، ولكنهم هكذا طبعوا على نكران الجميل. فوعدهم الله أن يأتيهم بكتاب فيه فرقان بين الحق والباطل، تفصيله جاء في آية أخرى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فكأن هناك وعداً بال30 وتماماً بال10، فمجموع الوعد يصير إلى 40 ليلة. فلماذا؟ ولماذا فصل الله هنا وأجمل، فصل الله هناك وأجمل هنا؟ الوعد كما قال أهل العلم كان 30 ليلة. هل وعده 30 ليلة؟ يأتي له في كل ليلة بجزء من المنهج؟ لا، إنه وعده بعد إتمام 30 ليلة. فإذا قال: وعدته 30 ليلة، فليس معنى ذلك أنه سيأتيه بما وعده به في 30 ليلة مفرقة على أزمانها، ولكن في تمام 30 ليلة. صام موسى لاستقبال ربه استعداداً لما يتلقى، ولكنه أنكر رائحة فمه فاستاك ليطيب فمه، لأنه سيلقى الحق سبحانه وتعالى. ولا يزال موسى في بعض البشرية يظن أن الأغيار التي تأتي من البشر يتأثر بها الحق، وما علم أن أغيار البشر لها مقاييس وأن ثبات الحق له مقاييس،
فالطعم المتغير في الفم بالصيام ذلك في عرف البشر، ولكنه حين يستقبل الله رائحة الفم المتغيرة من قلة الطعام هي رائحة مكروهة عند من يكلمني وعند نفسي، ولكن لما كانت في طاعة الله وإمساكا عن الطعام في طاعة الله يقول الله فيها لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إذن فكان من الواجب أن يذهب موسى لميقات ربه بخلوف فمه، لأنه جوع في الله، ولأنه تغير في طعم الفم، هذا بعرف البشر، ولكن الله يستقبله استقبالا آخر، يستقبله كأنه ريح مسك. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجمع لموسى بين المزيتين، بين منزية تلقي ما وعده الله به من المنهج في التوراة، وبين أن يلقى ربه وفي فمه خلوف يكون عند الله أطيب من ريح المسك. فمد له الميعاد عشرا ليصومها ثانية ويستبقي خلوفها، وبعد ذلك يلقى الله فيعطيه الله ما وعده. فكأن الآية الأولى تكلمت عن الوعد وما زيد على الوعد، والآية الثانية إنما فصلت الوعد بأنه 30 ثم زيدت 10 حتى يأتي موسى إلى ربه وفمه أطيب عنده من ريح المسك. كلمة وعد حين تسمعها وواعد كما هي هنا، في بعض القراءات وعد موسى وعد، وهنا قراءة حفص وعد، يجب أن نعرف أن مادة الوعد تأتي لإخبار من وعد من وعد بشيء، هذا الشيء إن كان خيراً قيل وعد وعدتك بخير، وإن كان شراً يقول أوعد، إن كان شر يقول أوعد. فإذا سمعت وعد فاعلم أن ما يجيء بعدها خير، وإذا سمعت أوعد فاعلم أن ما يجيء بعدها شر. لكن بعض العلماء استدرك على القاعدة بقوله سبحانه وتعالى النار وعدها الله الذين كفروا، وهل وعد الكفار بالنار يعتبر خيرا؟ إذن فوعد كما تأتي للخير تأتي للشر، واستدركوا بهذه الآية، ولكن أوعد لا تأتي إلا في الشر. نقول لهم يا قوم نفقه معا، جزاكم الله عما وصلتم إليه من الفهم، أنتم جعلتم في الآية النار موعود بها والكفار موعودين، والخطأ جاء من هذه الناحية، فإن كانت النار موعود بها تبقى شر صحيح، وكيف جاءت وعد في الشر؟ ما هو الكفار موعودين بإيه؟ بالنار وهي شر، تبقى وعد ما تجيش هنا. ولذلك قلتم لا ده تيجي في الخير وتيجي في الشر عشان هذه الايه الايه. نقول لهم فيه انتم فهمتم ان النار موعود بها، ان النار موعود بها والكفار هم الايه الموعودين. نقول له ولماذا لا تقول ان النار هي الموعوده والكفار هم الموعود بهم؟ ولا شك أن وعد النار بأن الكفار سيدخلونها شيء يفرح النار وشيء يجعل ذلك خيرا للنار، ولذلك ستقول النار بعد ذلك هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، وذلك لا يمكن إلا أن يكون ذلك أمرا محبوبا للنار. ولماذا هو أمر محبوب للنار؟ إذن لا تجعلوا الوعد للكافرين، بل اجعلوا الوعد للنار بدخول الكافرين فيها.
وحين يعد الله النار بدخول الكافرين فيها تفرح النار بذلك بدليل هل من مزيد، ولا يستزيد الإنسان شيء إلا إذا كان فرحا به. طب ولماذا تفرح النار؟ لأننا قلنا أن كل ما في الوجود غير الإنسان مسخر وطائع لمنهج الله، لم يخالف أبدا إلا الإنسان، ولكن الجماد في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، والنبات في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، والحيوان في طاعة الله تسخيرا وتسبيحا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكأن كل ما في الوجود غير الإنسان مسير على الطاعة وعلى التسخير وعلى التسبيح، وهذا الكون الذي قلناه مسخر لخدمة الإنسان. لكن الإنسان بما خلق الله فيه من الاختيار هو الذي انقسمت عنده المسألة، فأصبح طائعا في بعض الأشياء وعاصيا في بعض الأشياء. ولذلك أقول وأكرر دائما، تنبهوا جيدا إلى الانقسام عند الإنسان والإجماع عند غير الإنسان من الأجناس الأخرى في قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول إيه هناك؟ ولله يسجد يخضع من في السماوات ومن في الأرض من غيبيات لا نراها، بدليل أنه عدد ما نراه، والشمس والقمر والنجوم والجبال، هذا هو الجماد، والشجر هذا هو النبات، والدواب هذا هو الحيوان. كان يسرنا أن يقول والإنسان، لا، انقسمت عند الإنسان. قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. إذن فلم ينقسم التسخير ولم تنقسم الطاعة ولم ينقسم التسبيح إلا عند الإنسان، مع أن الإنسان هو المخدوم من الأجناس المسخرة المسبحة، مخدوم من الجماد ومخدوم من النبات ومخدوم من الحيوان. فانظروا إلى اختيار الإنسان كيف جر عليه، لو أنه كان مقهوراً لصار مثلها، ولكن الله جعله مختاراً لأن الله أراد بخلق الاختيار فيه أن يعلم بواقع الأمر، وإلا فهو عالم يعلم واقع. من يأتيه طائعاً وله اختيار أن لا يطيع، لأن هذه كلها أي الأجناس طائعة ولا اختيار لها في أن تعصي. فيريد الله بخلق الاختيار فينا أن يعلم علم إبراز من يطيعه من خلقه وهو قادر أن يكون عاصيا، لأن الأولى أثبتت صفة القهر والقدرة لله، في أن الله إذا أراد شيئا لا يستطيع مخلوق له أن يتأبى عليه، فأراد الجمال طائعا مسكرا مسبحا، وأراد النبات طائعا مسكرا مسبحا، وأراد الحيوان طائعا مسكرا مسبحا، فهذا أعطى له صفة القهر والقدرة، وأنه إذا أراد شيئا لا يمكن أبدا أن يخرج عن قدرته. ولكنه أراد أن يعطي لنفسه صفة المحبوبية، بحيث يترك جنسا يختار في أن يطيع وأن يعصي، ثم يأتيه طائعا. ولا شك أن الطائع وله اختيار أن يعصي يدل على حبه لمن أطاعه، فذلك أثبتت صفة القدرة، وهذه أثبتت لله صفة المحبوبية. فإذا كانت الجمادات والأشياء الأجناس الأخرى عابدة الله، ثم ترى الإنسان يعصي الله، أتكون مسرورة به؟ قسها في نفسك، إنك حين تكون مستقيماً ملتزماً وترى إنساناً منحرفاً تقلق به وتضيق وتحزن وتستقبلوش بالبشاشة وتبقى كاره له، هذا الحادث فينا نحن، وأنت صالح أن تطيع وأن تعصي، ومع ذلك إذا أطعت ضقت بمن لا يطيع. فإذا كانت الأجناس الأخرى اللي هي طائعة دائما وترى من يعصي، ماذا يقول موقفها؟
إنها تضيق به وتنبو به، ولكن الله أمرها أن تكون في خدمته، لا تستطيع أن تمتنع عن خدمته لأن الله سخرها لها، فهي تخدمه وهي كارهة. فإذا ما جاء وقت عقابه كما قلنا سابقا تشهد عليه الأشياء كلها اللي كانت مسخرة لإرادته، ولذلك قلنا سابقا يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم. طب يا لسان ما أنت اللي كفرت، وتشهد عليهم أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد جلودهم، طب ما هي كانت المعصية بكم؟ لا، احنا كنا مقهورين لإرادته لأن الله سخرنا لتنفيذ إرادته. وفرق بين أن تنفذ المراد من شيء من إنسان وبين أن تكون محبا لما تؤمر به، فقد ترغم على أن تحب من يضطهدك أنت غير راض وهذا غير محبوب، إنما لا تستطيع أن تخرج عن إرادته. كذلك جوارح الإنسان، كذلك الوجود بكل أجناس يخدمك، فإن كنت طائعا فرح بك لأنك انسجمت معه في الطاعة، وإن كنت عاصيان نبى بك ولكنه يطيعك أيضا. تركب الدابة تذهب بها إلى الخمارة، تذهب بك إلى الخمارة ولا تقول لا هذا منكر ولا أذهب بك إليه، تذهب بك لأن الله سخرها لك ولكنها تكره فعلك. فإذا ما جاءت يوم القيامة بقى المسخر لك وتصنع شيئا من المعصية هو يكرهه، إذا جاء عند من سخره لك يقول يا رب عمل بي كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، لأن الإرادة لي ما عادتش لي إرادة فيها. نقول له ده كلام على الأو. كذلك النار جرم مادي جمادي، وتكره العصاة، وإذا كرهت العصاة مش مأمورة الآن إنها تحرقه، ولكن سيأتي يوم تكلب بأنها تحرقه، فتقول له هات لي بقى اللي عايز يضل، هاتهم لي بقى. أوه، يبقى كأن الله قال يا نار اطمئني ولا تغضبي ممن يعصيني، فإن سني سيأتي يوم أمكنك منه. ساعة ما يمكن يبقى كأنه وعد النار خيرا ولا ما وعدهاش خير؟ يبقى وعد النار خيرا، تبقى وعد هنا على إطلاقها، وتأتي لإيه؟ للخير، وأوعد تأتي للشر. طب وعد هنزود ألف بعد الواو، نقول له إيه؟ وعد تأتي من جانب واحد، لمن يملك إيقاع الخير لك يبقى يعدك بالخير. طيب، وإن كان الأمر ده يترتب عليه اتفاق بين الطرفين، بين الواعد والموعود، يبقوا الاثنين يتفقوا يقول واعدة بقى، يبقى إيه؟ واعدة. يبقى الوعد جاء من مين؟ يقول له هعمل لك كذا وكذا، يقول له طيب يا سيدي يا متشكر، يمكن ما يقبلش. إذا أهديت إنسانا شيئا ولم يقبله أتعقد صفقة الهبة؟ ما تعقدش صفقة الهبة. يبقى إذا لازم فيها إيه؟ إذن ففرق بين خير يصيب الإنسان ولا دخل له فيه، وإنما الدخل لمن يعده وحده، يبقى دي وعدة. وإن كان لي دخل في ذلك الخير، يقول لي مثلا أبويا أنا أجيب لك بدلة صفتها كيت وكيت 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 وكيت، أقول له طيب موافق، وبلاش الشيء الفلاني أقول له موافق، يبقى اتفقنا ولا لا؟ يبقى أنا طرف في صفقة الخير. فإن كنت أنا طرف في صفقة الخير يبقى الوعد لا يتم من جانب واحد، وإنما يتم الوعد من جانبين، يبقى لازم يجي إيه؟ واعدة. طب وهل كان هناك لموسى أمر في هذه المسألة؟ ده ربنا هو اللي وعد بالإيه؟ بالخير. علم موسى وعدم قدرة موسى على أنه يخلف هذا لأنه ملوش رأي، قال الرسل رأي في اختيارهم رسل؟ أرأيت رسولا اختاره الله رسولا وقال له لا والله الحكاية دي صعبة علي وما اقدرش فيه؟ لا، يبقى كأن الوعد كله من طرف مين؟ من طرف واحد. ولما كان الثاني لا رأي له في الصفقة، يبقى كأنه بموافقته لما يحدث كأنه دخل في الوعد ولا لا؟
يبقى دخل في الوعد، يبقى علم موسى بالميقات يبقى كأنه دخل في الموعدة. كم افتكروا كما قلنا سابقا في قوله كتب عليكم الصيام، من الذي كتب؟ إنه الله. طب ما قالش كتب عليكم الصيام ليه؟ كتب ليه؟ بناه كما قلنا لما لم يسمى فاعله، يعني زي المجهول. أم قال لك لأن ربنا ما كتبش على مطلق إنسان، وإنما كتب على من آمن به. ما دام كتب على من آمن به يبقى إيمانك به دخول في العقد، أنك ارتضيته إلها مشرعا وإلها مكلفا، فكأن الله لم يقتحم عليك اختيارك بالتكليف، ولكنك دخلت أنت علي من باب الإيمان به. وما دمت أمنت يبقى أنت شريك في الكتابة، يبقى كتب إيه؟ يبقى أنت شركة في الكتابة ولا لا؟ ولذلك في الشيء الآخر يقول اللي مالكش دخل فيه يقول لك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب ربكم على نفسه الرحمة، مش كتب، إنما كتب حين يكون للمختار اختيار في أن يؤمن أو لا يؤمن، فحين آمن التزم، وحين التزم دخل في الصفقة الإيمانية، فكأنه حين يأمره الله بالصيام يقول له أنا لم أقتحم عليك حركة اختيارك لأنك دخلت علي بالإيمان، إن شئت ألا تؤمن ما تؤمنش، إنما حين آمن دخل فأصبحت شريكا فيما فرضه الله، فيما أفرضه إيه؟ فيما أفرضه عليه. يبقى إذن وعد يبقى فيه مفاعلة، لكن الرسل ما لهمش اختيار في هذه المسألة، نظرا لأن ما لهمش اختيار، لأن وعد دخولي أنا في الوعد إذا كنت مختار يبقى له دخل في الوعد، إنما أنا مش مختار، ده الرسول مش مختار في أنه يبقى رسول أو مش إيه أو ما يبقاش رسول. لو أنا قلت لك، لو قلت الإنسان أنا وعدتك بأن أجيب لك كذا وكذا وكذا تقول له لا يا عم أنا مش عايز، يبقى أنت ما دخلتش في الوعد، إنما تقول له طيب والله ده كويس مش عارف، تبقى دخلت في الوعد ولا لا؟ يبقى دخلت في الوعد. إذن دي وعد وإيه؟ ووعد وأوعد وإيه؟ ووعد. وعدنا موسى 40 إيه؟ 40 ليلة. الله. ثم اتخذتم العجل من بعده. موسى في طلب المنهج عند الله، وخلف قومه إلى أن يأتي لهم بالمنهج. وقلنا قصة بقى عبادة الإيه؟ العجل، والسامري خد الحلي، ولا في الحلقة اللي فاتت قلنا إيه؟ القصة. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. انظروا إلى الأداء، اتخذتم العجل، هل اتخاذ عجل يدخله في الشرك؟ يا أخي تبقى معصية بس، افرض ان واحد عمل كده يعني حاجة زي تمثال ولا حاجة، اذا اتخاذ العجل نفسه ما هوش مش كفر، دي تبقى معصية بس. اذا لازم يكون اتخذتم العجل إلها، استخذتم العجل معبودا. نقول له ما هي دي مفهوم من اتخذت، لان ما قال لهمش صنعتم العجل، لأن الاتخاذ غير الصنعة، الصنعة شيء واتخاذ الصنعة يبقى لازم اتخذتم لشيء. إذن فحذف الله اتخذتم العجل إلى اتخذتم العجل، لم يأتي بكلمة إله هنا لأن كلمة اتخذتم تفيدها، لأن لو كان القصد أنهم صنعوه كان يقول صنعتم العجل، صنعتم العجل، ويبقى صنعتم العجل ما فيهاش حاجة يعني زي بعضه، يبقوا اسمين بس بالمعصية. إذن اتخذتم العجل وأنتم ظالمون. ما هو الظالم؟ الظالم على أنواع، ظالم في شيء أعلى في القمة، وظالم في مطلوب القمة. فالظالم في القمة هو الذي يجعل لله شريكا، ده ظالم في القمة ده، ولذلك قال إن الشرك لظلم. شوف وصفه بالعظم، عظيم ليه؟ لأنه شرك في الإيه؟ في القمة. طيب وهو الظلم جه في الشرك إزاي؟ أم قال لك يا أخي لأنك أنت جبت من لم يخلق ومن لم يرزق شريك لمن خلق ورزق، شريك
لمن خلق ورزق. تبقى انت جبت واحد كده لا خلق ولا رزق ولا اي حاجه وبعدين عملته شريك للايه؟ لله. طيب يا سيدي يمكن متطوع، طب تعالى قول له انت جعلت اله، ومعنى اله ان يكون معبودا، ومعنى معبود يعني مطاع فيما امر، مش كده؟ ادي معنى اعبده يعني ايه؟ اطيعوا امري وانتهوا بنهي، مش كده؟ دي العباده. طيب جعلتم هؤلاء شركاء لمين؟ لله. في ايه؟ في العباده. طيب العباده جاءت من جانب الله فقال لكم اعبدوني بكذا وكذا وكذا وكذا، فماذا قال لكم الشركاء؟ اعبدونا بايه؟ يبقى انتم سبتوا اللي قايل لكم على منهج العباده ورحتم للي ما قالكوش على منهج عباده. والا كما قلنا ماذا قالت الشمس لمن يعبده؟ تقرب الي بايه؟ طب قولوا لي كده، قالت ايه؟ ماذا قالت الشمس؟ ماذا قالت الاصنام لمن يعبدونها؟ اعبدوني. طب العباده ان تطيعه فيما امر، فما هو امر الشمس؟ وما هو امر نهي الشمس؟ وما هو امر الاصنام؟ وما هو نهي الاصنام؟ الله، اذن المساله ده ظلم، ظلم كبير قوي. بقى انتم تركتم من خلق ورزق الى وجبتم معه من لم يخلق ولم يرزق، وتركتم من كلف بعباده الى عباده تطوعتم انتم بها، والاصل في العباده ان تكون اوامر من المعبود يوجهها الى العالم، وهذه لا اوامر لها، فمن اين اتيتم بهذا؟ اذن فالذي يهدم الالوهيه لغير الله قولوا لهم ما منهج هذه الالهه؟ ماذا قالت لكم افعلوا ولا تفعلوا؟ اله بلا منهج. طب وماذا قالت الآلهة لمن لا يعبدها؟ قالت هعمل فيه إيه؟ وماذا قالت لمن عبدها؟ هعمل فيه إيه؟ إيه الغباء ده؟ ده ظلم أخبية، ده ظلم أخبية. يبقى إذن هذا هو الظلم في الإيه؟ الظلم في القمة. والظلم الآخر أن يكون ظلما فيما شرعت القمة. ربنا قال اعدلهم بالقسطاس وزنهم ودي الحقوق لصاحبها، تبقى تيجي دي ايه؟ تخالف الايه؟ الميزان اللي موضوع، يبقى ده اسمه ظلم تاني. اشنعه ظلم يوجه لنفسك، ظلم يوجه لنفسك. ليه؟ قال لك لان المراد من الظلم انك انت تاخد حق ذي الحق وتعطيه لمن لا حق له، لكن انت مش هتاخد حاجة ابدا من ذي الحق ابدا، هيفضل الحق هو الامر الناي فيك وفي الاعراض عليك وفي قدر وفي مرضك وفي غناك وفي فقرك وفي العودة اليك. تبقى انت خدت ايه يا غبي؟ انت خدتش حاجة ابدا. تبقى انت ما ظلمت ناس. لما نيجي نحققها بقى تبقى ظلمت مين؟ ظلمت نفسك. ولكن الناس انفسهم، اوعوا تفتكر انكم تظلموا ربنا ابدا، مش هتاخدوا منه حاجه ابدا، لان لا تزال طلاقه القدره موجوده. تبقى انتم ان ظلمتم هتظلموا ايه؟ انفسكم. وظلم النفس ده اقسى، لان المفروض ان النفع في الكون اجلبه اولا لنفسي، وبعدين ابقى اجلبه للناس، لمن أعول ثم لبقية الناس. أم قال لك في ناس بقى حيظلموا نفسهم ظلم فظيع قوي. إيه هو؟ اقرأ إن شئت قول الله. أنا أريد حين تقرؤون القرآن أن تقرأوا القرآن على أن الله هو المتكلم، ما تقرؤوش على أنه أسلوب. انتوا بتقروا اسلوب ادب كتير وتنفعلوا بها، لا، اقرأوا على ان الله هو المتكلم. وحاول جيدا ان تصفي نفسك تصفيه تناسب استقبالك لله المتكلم. ساعه ما تفهم ان ربنا اللي بيتكلم، ولذلك قلت لكم سيدنا جعفر الصادق ما قالش انا قريت، قال فاني سمعت الله بعقبه، سمعت الله. قل عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل.
وصفة للخوف. يعني إذا خفت فعندك وصفة قرآنية. إيه الوصفة القرآنية للخوف؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أدي الوصفة اللي جابها سيدي جعفر الصادق: عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. أدي الوصفة. حيثيتها إيه؟ ليه يا سيدي جعفر خدت دي؟ قال لك إيه؟ فإني سمعت الله، سمعت الله بعقبها، أي بعقب قوله حسبنا الله وإيه؟ سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. سمعت الله. المهم هنا في مين؟ مش بعرى لله، مش بسمع القارئ، يعني بسمع مين؟ ولذلك إذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لماذا؟ لأن الله هو المتكلم، فلا تزهد في كلام الله لك، استمع. ساعة ما نسمع بقى القرآن يجي يقول إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. نريد هنا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. طب ما هو فعل الفاحشة ظلم للنفس ولا لا؟ لا. قال لك لا، خد الدقة بقى. الذين إذا فعلوا فاحشة، فعل شيئا من الفحش يرى فيه متعة له، فقد أعطى لنفسه متعة حراما، لأنها متعة في غير ما أحل، ومتعة إيه؟ عاجلة، هتعقبها إيه؟ عذاب. إنما متع نفسه شوية ولا لا؟ متع نفسه. لكن اللي ظلم نفسه دي إنه يعمل الفاحشة لسواه غيره يستمتع به وهو يصطلب نارها، يبقى ظلم نفسه، لخد متعتها في الدنيا وحيصطلب فيها بالآخرة. زي اللي بيشهد زور، اللي بيشهد إيه؟ زور. اللي بيشهد زور حقق نفع المين؟ آه يا عيني، خد لنفع، اللي خد النفع خده الغير، وهو اللي حي إيه؟ يبقى عيني ظلم نفسه، ظلم نفسه حتى في الدنيا. يا أخي اللي فعل فاحشة يمكن نقول اتمتع، سرق قرشين صرفهم ولا عمل أي حاجة ولا أي حاجة، فاتمتع شوية. الله، إنما اللي شهد زور ده ما طلش حاجة، لا لمتعها في دنياه وحيصلى بها في الإيه؟ يبقى ده ظلم النفس، ظلم الإيه؟ ظلم النفس. ولذلك شركم، النبي يقول شركم من باع دينه بدنياه. شركم من باع دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا غيره. يبقى بدنيا غيره الثانية ديك شر منه. يبقى شركم من باع ايه؟ دينه بدنياه، وشر منه من باع دينه بدنيا ايه؟ بدنيا غيره. يبقى اللي نفعها هنا ولا نفعها هنا. يبقى إذن وأنتم تظلمون، نريد بقى من الظلم ده فين؟ قال لك إن كنتم في موازين الحق أنتم ظالمين، وفي عودة أثر الظلم هو عايد عليكم أنتم. يبقى إذن أنتم لن تكيدوا الله شيئا، ما يمكنش حد هياخد من ملك الله شيء، بل سيظل الملك لله، بدأه وينهيه حينما يريد، ولا يفلت أحد من قدر الله عليه. وإلا فالذي يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر يجعل الآلهة اللي اتخذها تحميه. نبقى نقدر نقول إن هنا في إيه؟ إنما حين يريد الله شيئا ينفذه. تبقى إذا مثلا اتخذتم العجل إيه؟ من بعده وأنتم ظالمون. ومع ذلك ذنب في القمة، اتخذوا العجل وظلموا أنفسهم ولكن الله عفى عنه. ثم عفونا عنكم. كلمة عفى دي ساعة ما تسمعها
أنت إذا سرت في صحراء فيها رمل تقوم تترك في الرمل أثرا لقدمك، وبعد ذلك تأتي الريح، تأتي الريح فإيه؟ تمحو الأثر، يقال عفت الريح الأثر، عفت الريح الأثر، يعني إيه؟ محته وأذهبته بعد أن كان دلاً على أن هنا حد ماشي، جت الريح وراحت. هي برضو منتقية. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لنا العفو عن الذنب بمثل محسن أمامنا، بمثل محسن أمامنا. هذا المثل هو في الريح وفي الأثر. ساعة تأتي الريح لتمحو الأثر بتضيع معالمه ولا لا؟ يبقى ما دام ضاعت معالمه يبقى كذلك هذه المسألة حمسحها لكم وكأنها لم إيه؟ وكأنها لم تكن. يبقى العفو محو أثر الذنب، ويطلق العفو على المعروف، ويطلق العفو على الطيب من المال الحلال، وتطلق العافية على دفاع الله عن خلقه. ولذلك أنت لما تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، يعني أنا أسألك دافعا عني كل شيء، لأنه لا حول لي ولا قوة، لا حول لي ولا، أنت اللي تدفع عني إيه؟ كل شيء. ثم عفونا عنكم من إيه؟ من بعد ذلك. كان من أثر عفونا عنكم بعد قمة في الظلم أن تقبلوا على الله بشكر نعمه. والشكر أول مظاهر الشكر ألا تخفي أثر المنعم عنك عليك، ما تخفيش، يعني تن دائما النعمة مقرونة بواهبه. اوعى تنظر إلى النعمة بعد ما تجيلك وتفضل في النعمة كده كما قلنا، تعيش مع النعمة وتنسى من أنعم إيه؟ يبقى لازم تظهر المنعم مع كل نعمة، تظهر المنعم مع. ولذلك ساعة الإنسان ما يطغى أن رآه استغنى والدنيا تواتيه بأسبابها وإلى آخره، كلا إن الإنسان إيه؟ ما الطغيان مجاوزة الحد، مش كده؟ يطغى إزاي؟ أم قال لك يعيش مع النعمة وينسى مين؟ وينسى المنعم. يبقى أول مظهر الشكر ما تقولش بس الشكر انك تقول الحمد لله بس، لا، ان تعيش دائما وانت مستقبل النعمه مع مين؟ مع المنعم. ولذلك ربنا برضو علمنا ان لما يكون عندك نعمه في اي شيء تبص في المرايه فيعجبك شكل انت ما خلقتوش، تقوم لازم تعيش مع من خلقه، مش كده ولا لا؟ شفت هندامك حلو كده، انت ما جبتوش وياك نازل من بطن امك، انت نازل عريان، برضو تشوف من وهبني هذا، وتترقى كده في النعمه، تشوف حتى وهبك اللي خيطوا لك خياطه كويسه. الله، تبقى كل نعمه هتعمل فيها ايه؟ تعيش دائما مع المنعم. ولذلك لما ربنا ضرب مثل في اصحاب الجنتين، واحد عنده جنتين وسوره الكهف، وبعد ذلك دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ده حاجة نعمة واسعة، وما أظن الساعة قائمة، مش الساعة دي مش جاية هتيجي ولا معقول، وكمان إن رحت لربي هبقى أحسن من كده كمان، ما شاء الله. ده أنت اللي بقى النعمة ذاتية معاك. صاحبه قال له يا شيخ اتقي الله، أنت بتكفر بربنا، وبده يعلمه بقى كيف يشكر النعمة عشان يستبقيه، عشان يدفع كما يقال في الريف يدفع غفرته. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ساعة ما تدخل جنتك كده وتشوف بقى البساتين وتشوف الأشياء الجميلة، اذكر من وهبه، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يا رب أنا ما جبتهاش من عندي. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأظهرت المنعم وهي النعمة،
يوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن عبده لم ينسه بنعمته بسبب نعمته، يوم يظل ربنا مع النعمة. ولكن حين يكون الأمر بالعكس يعطيك النعمة ويتخلى الله عنها، يقول لك طب خذها القيومية ما تنفعهاش هنا بقى، لكن ديك أنت خدت مين؟ عطاء الله بالإمداد وقيومية الله بالحفظ. لولا إذ دخلت إيه جنتك قلت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أنتم عملتوا إيه؟ كان يجب أن كنتم النعمة دي، أنتم أذنبتم ذنبا في القمة، وده ذنب لو أنا أخذت بمقاييسي في الذنوب أنا أغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به، ومع ذلك غفرتها لك، ومع ذلك كان من الواجب حينئذ أن تشكروني. يعني إيه؟ أن أظل أبدا في بالكم ما دامت النعمة بأعينه، وتذكروا هذه النعمة مع تعظيم للمنعم. لكن ما حصلش. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. إذ آتينا يعني اذكروا إذ آتينا أكن إتيان الكتاب والفرقان نعمة يجب أن يذكرها الخلق، أي أن الخلق يجب أن تستقبل منهج الله كأنه نعمة أيضا. اوعى تاخد منهج الله على أنه جاي مقيدك، لأنه قيدك لصالح. وإحنا قلنا يجب في كل تكليف أن تنظر ساعة تكلف به ما يأخذ منك التكليف وما يعطيك التكليف. اعمل مقارنة كده، يأخذ منك التكليف شيئا ويعطيك أشياء، يبقى ما تنظرش إلى ما أخذ منك، قارنه بما قلنا مرة أنك إذا سمعت أن الشارع أمرك أن لا تسرق مالا من أحد، في الواقع أنه يعني قيد حركتك، لكن ما هو قال للناس جميعا لا تسرقوا منه شيئا، يبقى أعطاك ماذا؟ يبقى هو أخذ منك تقييد حريتك في أن لا تسرق، وأخذ لأجلك تقييد حرية كل الناس ألا يسرقوا منه. يبقى أعطاك ولا ما أعطاك شيء؟ يبقى حين يأخذ منك شيئا لا تنظر إلى ما أخذ، ولكن انظر إلى. قلت مرة حين يأمرك أن تغض طرفك عن محارم سواك، اوعى تقول ده قيد حرية عينه، لا، ما هو قيد حرية الأعين كلها بحيث لا ينظرون إلى محارمك. فلو أنك نظرت إلى محارم الناس ماذا تصيب منهم؟ ولكن هب الناس نظروا جميعا إلى محارمك، ماذا بقي لك؟ يبقى إذن يجب عند كل تكليف أن نذكره بجوار ما أخذ مني من تقييد حرية اختياري ما أعطي لي من تقييد حرية الآخرين. إذن فالكتاب والفرقان أنزله الله. الكتاب إيه والفرقان إيه؟ هل ده عطف يعني بياني كده بس؟ الكتاب هو الفرقان، ولا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين في الكتاب منهجه وهو التوراة، وأعطاه الفرقان الأشياء التي فرق له فيها بين الحق والباطل، وحتى جاب النص وإذ فرقنا بكم الإيه؟ البحر، خلصناكم من الايه من العذاب. إذن ففيه الكلمه الفرقان تطلق مره على الكتاب وتطلق على ما يفرق بين الحق وما انزل على الايه لا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، سمى يوم بدر يوم الفرقان لانه ايه فرق بين الحق وبين الايه وبين الباطل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. إذن جه الكلام بتاعنا وأنتم تظلمون، رجع الكلام بان هنا ولا لا؟ بتظلموا مين؟ النهاية بتظلموا نفسكم، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. أكان موسى
يمر على هذه المسألة دون أن يقرع قومه الذين نجاهم الله فاتخذوا العجل إلها في الوقت الذي هو ذاهب فيه لميقات ربه ليأتي بالمنهج، أكانت تمر المسألة مع أن الله عفا وستر هذا الذنب وإن كان ذنب القمة، أكانت تمر هذه المسألة على موسى دون أن يظفروا منه بكلمة توبخكم على هذا؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. هنا هم عفى الله عنهم في الأول، فكيف يقول فتوبوا إلى بارئكم؟ يعني اندموا عليها ندما لا يرجعكم إلى مثلها أبدا. أسأل الله أن يجمعني بكم في لقاء آخر لعلنا نتم. السلام عليكم.